دخل على صفقة تاليسكا مع الهلال واخذ تاليسكا، دخل على صفقة انسلمو وحاشر الاتحاد وجاب انسلمو، دخل على ابو بكر وسحبه من مدري من برضو من الاتحاد وسحبه. هذه انجازات نادي النصر. الثلاثة ما عرفت توظفهم في الملعب. هذا الانجاز اللي يذكر، انجاز حق بروباغندا عند الجمهور، جبنا اللاعب الفلاني. كفو يا الذيب، كفو يا الذيب، ذي ما تأكل عيش، اللي يدور المدح بدون عمل. لكن بلاك باللي سوف نكوش على الكل، سوف نحرق الكل، سوف مدرشو. في الأخير تغريدات تغريدات التحكيم ظلمنا، المدري وش صار، الى متى الاتحاد الاسيوي، الى من؟ لا طبعا انا اعرف انه الجمهور يقول طب ليه ما انا بس اشال وكذا وكذا. لا لا، موضوع الشالات ذا ما تعامل فيه، انا اجيب اكبر من الشالات. ها رجال في حركه صارت وقعدوا الناس رايحين جايين فيها سوالف قعدنا فيها ذي، اذا كان ذا الحركه بتجيب لنا كؤوس وانجازات يا اخوي نسويها في الاستوديو. احنا نبي حتى انجاز، نبي الاستوديو انجاز، نبي الناس تتكلم، الناس تقول هذا. وهذا علم الهلال، سمعت يا بندر؟ الله وحطه لكم هنا في الاستديو، شفتوا؟ هذا هو في الاستديو طقه، اذا كانت الطقه هي اللي بتجيب البطولات يا اخوي حطوا اعلامكم حتى في حواشي بيوتكم. اهداء للهلال اغنيه وقفلوا الليله.